استمرار المباريات الرياضية لأندية وادي حضرموت ضمن بطولة مجموعة الماهر الخامسة والتي جمعت في دور الثمانية قطبي كرة القدم في مدينة سيئون نادي سلام الغرفة ونادي سيئون. الجماهير العريقة الحاضرة أعطت للمباراة ألقها وحضورها المشرف، حيث رفعت أعلام دولة فلسطين تضامنا مع شعبها الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث يقذف بحمامه النارية على المباني السكنية دون رأفة بالأطفال وكبار السن. لوحة من حضرموت واليمن عام بشكل عام اليوم هنا في هذا العرس الرياضي بين ناديين قويين هنا في حضرموت سيئون وسلام الغرفة، ولكن الجمهور الحاضر اليوم تختلط المشاعر رياضة، وأيضا أن نقدم رسالة للعالم أجمع أننا كلنا مع الشعب الفلسطيني وكلنا ضد العدو الصهيوني اليهودي الغاشم وما يعمله أمام مع أهلنا في فلسطين، فكلنا فداء الفلسطين وأهل فلسطين. وبين شوطي المباراة وقف اللاعبون وكل من في الملعب وقفة حداد على أرواح شهداء غزة مرددين الأناشيد الحماسية الفلسطينية رافعين أعلام دولة فلسطين على صدورهم، ذلكم الشعب الصامد الذي لا يقهر ولن يستسلم مهما أعد له الأعداء العدة والعتاد، فإذا صمت حكام العرب عن التنديد والاستنكار فإن شعوبهم لن تصمت عما يفعله الغزاة الإسرائيليون ضد شعب محاصر ومكلوم. نحن معاكم يا غزة يا رمز العزة، معاكم بكل القوة والعدة والعتاد، نعم كلنا معاكم الجماهير هنا اليوم. رسالتنا من خلال الجماهير ورابطة نادي سيئون اليوم نبعث لكم رسائل إننا نحن معاكم، كلنا يد واحدة، كلنا كل الدول العربية محتلة إلى فلسطين، كلنا فلسطين. فحضرموت لم تكن بمعزل عما يدور في أرض الرباط ومصر الأقصى، حيث أقام شبابها مسيرات مختلفة بالدراجات النارية محاكاة بالزحف الذي نفذه أبطال المقاومة عند دخول مناطق العدو في غلاف غزة، فعندها حدثت التقدمات وحققت الأمنيات بكسر شوكة أعتى جيش يدعي أنه لا يهزم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فهمي برمادة، قناة سهيل، سيئون.